صيد العنصري يا سمك يا بني. لعبك يعجبني يا سمك بني. شماتي 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 على البنات دقوا شماتي شماتي. ايه ايه راحت روحي لي عيني تقبريني تركي من ايدك وضبي لي سياخ اللحمه ارفع وادفع مشان الكباب والمشوي. امي عم بطلب قمصان النوم. لا تاخذي قمصان النوم لمشلحه اوعكها بلا ما يطلع علينا حكي. ايه اصلا فرحان ما بيخليني كمان. ايه من هلا عم تندرب لي على السباحه تقبر قلبي. لاي يلا تقبريني يلا مشان نغير جو. والله طقت روحنا شو هالحكي. بدنا نتفسح لنا شي شويه من ايام المرحوم ابوكي ونحنا منقول بدنا نطلع شي طلع على البحر. بس الله يرحمه الله يرحمه كل ما نوينا يطلع لي بشي فني. مره على ايدين مره بده يدفع للجمعيه السكنيه. لك صحيح احمد طولان هيك شو صار معك بالجمعيه السكنيه؟ عرفت ايه بدهم يسلمونا البيت؟ ايه مو من شهرين مريت دفعت الاقساط الباقي علينا؟ طلع المهندس جايته جلطة. واذا جايته جلطة بتوقف البناية يعني بتتعطل مصالح العالم؟ يجيبوا غيره. البناية لساتها على العظم وينك وين لحتى يكسوها ويوصلوا للشقة تبعنا. وهي وهي لك قيمة من ايدك لتعور لك شي عين حدا. بتعرفي لك سما؟ ما بعرف صعبان علي فهرقت الجيران انا. امي امي الله يخليك ادعي معي وادعي لي يخلص البيت بسرعه عشان اسكن فيه انا وفرحان. فرحان شو تفضلتي حبيبتي تسكنوا هون؟ يعني انا اذا جوزته بنتي لبدر الدجا خلاص بكون نزلته بخانتي ومسؤوله عنه يروح يشتغل ويدبر لك بيت. اصلا لك بنتي ما بحس بقيمتك اذا ما تعب مشانه مو يجي ويبلع لي اللقمه سهله يزبط لي يا زمان. امك سنه اسنانه على الفروخ. سألني اسناني لك يضرب فهمك يضرب. انتو مو خرج تفكروا بحالكم. لك انت طولان مو لازمك قرشين لحتى تبدا حياتك فيهم تعمل لك شي مشروع. بدك تضل هيك عواطلي ولا ناوي كمان تصير صار بيت مثل بعض جماعه؟ حرام عليك يا امي حاجه حامله مغيبته شو بده يعمل لك يعني اكثر من هيك؟ هي عزمنا على البحر فرحان. امي بدي اسكني معي ما عم تتذكر شي انت معي يا امي. وديك المزبله شو عم يساوي؟ لك قوم اترك لي هالعصايتين من ايدك وسكر لاختك الشنطه قوام واطلع على السقيفة جيب لي قطرميز الزيتون. سمار هي جديده.